السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم سنلعب إن شاء الله انشارتد فور الحلقة 12 إخواني. سنكمل المسيرة نحو الكنز، فلا تنسونا الضغط على زر الإعجاب إذا عجبكم الفيديو واشترك معنا في القناة ليصلكم كل جديد إخواني. لكي لا أطول عليكم إخواني أترككم مع الفيديو. إذن إخواني على بركة الله فلنبدأ. هنا بداية شهر 14 إخواني في هذا القرية المهجورة. سنكمل الرحلة في هذه القرية إخواني للوصول إلى الكنز في النهاية. أنا مع ذلك الشقيقين هيثم وسام، هيا فلنبحث عن الطريق للخروج من هذه القرية المهجورة. هيا فلنبحث من هنا، هذا هو الطريق إخواني، أنا ما أظن هذا هو الطريق، فندخل من هنا. يلا يا سامي الحق بي. يلا فلنمر من هنا، يوجد فتحة في الممر الأيمن فلنصعد من هنا. جيد، هيا هل يوجد هنا طريق؟ لا يوجد هنا طريق من هنا. هيا يلا فلنبحث عن طريق للخروج. هذا هو الطريق، سندخل من هذه الفتحة. هيا هيا يلا يا سام، أين أنت؟ هيا تحرك بسرعة. هيا، لأن هذا كان مخبأ سري، لا يوجد. سنبحث عن هذه الخريطة لنرى ماذا هنا، لنكتشف ماذا يوجد هنا في هذه الخريطة. هل هي لطريق تؤدي إلى مكان ما أم ماذا؟ لأن هنا رسوم وأفهم إخواني في هذه الخريطة. يلا فنتحرك، يوجد هنا سلم فنصعد من هنا. هيا تحرك. هيا، إن هنا يوجد طريقين سنمر من هنا لنرى. هنا هذا الطريق مسدود فلنعود إلى الوراء. هيا تحرك. هيا فنعود من هنا، هذا الطريق يؤدي إلى الخروج. إذن ها نحن إذا خرجنا الآن، هيا فلنكمل طريقنا من هنا. هيا يلا تحرك يا هيثم، وسنستخدم الحبل إخواني. سننزل في هذه الفتحة. يا الله فلننزل. أوه، لقد خرجنا من تلك القرية، الآن نحن في مكان آخر. ماذا سنفعل؟ سنذهب إلى الجهة الأخرى. هيا فلنتسلق. الله هذه خاطئة، فنعود مرة أخرى. هيا بسرعة. هيا جيد، أحسنت، الآن نجحنا. الآن هنا العسكر إخواني، الأول خط، أنت الثاني. يا سلام يا سلام يا سلام، هيا 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 هي. الثالث، لقد اجتمعنا إخواني العديد من العساكر. هيا هيا هيا، الله، هنا خط، جيد. هيا بقي أحدهما، لا يزال المكان كل عساكر يا إخواني. هيا فلنذهب إلى الجهة الأخرى. يا الله يا الله يا الله، هنا هم الضحايا، الآن فلنبحث عنهم في أي مكان. هيا فلنأخذ، هيا نأخذ السلاح. يلا يلا، هيا خذ خذ خذ. هذا يحتاج إلى ثلاثة أربع أو ضربات للقضاء عليه. خذ خذ، أو 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 أو، خذ. جيد، انتهينا منه. هيا فلنختبئ قبل أن نموت. هيا فلنختبئ لهدأ الوضع أولا. هيا يلا خذ خذ خذ، يلا تحرك. فلنختبئ لننتظر هم الذين يأتون. يلا فلنختبئ قليلا، ننتظر. هيا أو، هل يوجد هنا شيء في الأعلى؟ ماذا؟ هيا فلنتحرك الآن. يلا يلا نختبئ هنا. أو خذ، جيد. أو هيا فلننتظر قليلا، نساء في ورطة. يلا خذ، يلا يا سلام، تحرك من مكانك. هيا أو 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 أو، يجب علينا نختبئ. جيد،
عيد خد 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 جيد. اوه يجب علينا ان نختبئ في مكان اخر. جيد نحن الان في امان. ايوه هذا هو هذا. خد خد جيد طلبة موفقة. هيا تحرك. اوه يجب علينا ان نختبئ. لم نختبئ يا اخواني سيقضي علينا بكل شك. هيا تحرك تحرك. يجب علينا نتعامل معهم بحذر لانهم بالكثرة هنا. هيا يلا نختبئ هنا. جيد وننتظر الفرصة المناسبة كي نسدد. خد جيد. هيا يا ساتر يا ساتر. أوه. الآن مختبئ هنا يجب علينا البحث. هيا يلا 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 يلا. خد 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 جيد جيد. هيا من نختبئ. هل يسبق أحدا أم ماذا؟ أوه قنبلة. هيا فلنختبئ. هو هذا هو أتى بيده إلى لي. خذ 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 جيد. خذ قضي عليه. هيا فنغير مكان. ننتظر قليلا كي يهدأ الجو. إلى الآن سنذهب لنتسلق في هذه الأرجوحة كي نذهب إلى مكان آخر. هيا هذه سنتسلق بدون حبل. يلا جيد جيد. يلا يا سامي الحق بي. هيا تحرك. جيد جيد أحسنت. يلا فلنتحرك نغير المكان غير الوجهة. وفوفو هذه القرية يا أخواني لا يسكن هنا أحدا. هيا خير جيد. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. قد قضي عليهم الآن. هيا فلنغير المكان. هيا الآن سنصعد يا إخواني بهدوء كي لا يرانا أحد لأن رأيت هناك عساكر مسلحين كما ترون هناك. سنذهب بحذر يا إخواني. هيا سنذهب بحذر الأول. نختبئ الآن. يلا يلا هذا هو الثاني يا إخواني. سنختبئ ثم نقوم بالتسجيل. جيد الثاني هنا لقي الثالث في مكان هذا المكان يا اخواني. سنلحق به بحذر لكي لا يرانا. هيا فليأتي بظهره اولا. هيا يلا جيد يلا. خذ هذا الرابع يا اخواني. فلنختبئ الان. هيا هل يتبقى احدا لنراقب المكان من هنا. يلا فلنكمل طريقنا. نذهب هيا تنسلق من هنا. جيد هيا نختبئ. اوه هذا الخامس يا اخواني. قتلت 5 أشخاص بدون سلاح. الآن فلننتظر العساكر الأخرى. لم يوجد هنا في الطرف الأيمن يا اخواني. هيا فلنخرج من هنا. سنأتي من الوراء. هيا تحرك. جيد. أوه لقد اكتشف أمري. الآن أين هو؟ نبحث عنه. أين ذهب؟ هيا فنختبئ هنا. أو قبولة. يا ساتر. هيا فنختبئ في هذا المكان. هذا الأول خذ. نعم خذ الثاني. جيد الشخصين قتلتهم بدون رحمة. هيا هيا فنبدل الوجه الآن. نأخذ معنا السلاح ونأخذ. الله جيد الآن معنا سلاح آخر من العيار الثقيل. ماذا بك يا سام؟ ماذا لا تتحرك من مكانك؟ ماذا يوجد هناك؟
هي فلك من سارقنا الآن لنكتشف ماذا يوجد في هذه القرية الغريبة إخواني. لن تبقى أحد لنا على قيد الحياة. هيا فلنذهب الآن، نستخدم الحبل. جيد، هيا بسرعة، نحاول مرة أخرى. يصلح من هناك، سنذهب إلى الجهة الأخرى. هذه هي. أوه جيد، فلنتسلق الآن على الدرج. هيا، يوجد هنا طريق، فلنذهب، ندخل من هذه الفسحة. جيد، هيا، سنستخدم الحبل أيضا هنا. الله، جيد. نحن الآن في هذا المكان، هذا القصر، أم هذا كان هنا؟ كان قصر لملك ما في زمن بعيد. هيا فلندخل هنا بفسحة. جيد، والانزلاقات. جيد، نحن ذا في داخل القصر إخواني. ندخل لنكتشف ماذا يوجد هنا. هنا العظام، عساكرة قدامى قد ماتوا هنا، بقيت جثثهم. إذا هذا هو ذلك الباب، سنذهب لنكتشف ما السر وراء كل هذا. لا ينفتح، سنحاول أن نضغط هنا على هذا السر لكي يفتح معنا الباب. لا يعمل إخواني، سنحتاج مساعدة سام لكي يفتح. فنذهب لنساعد سام. هيا لنساعد. الله، فلنفتح الباب الآن. داخل القصر، ذلك هو الذي كان في تمثال إبراطور. نحن الآن في هذا المكان الغريب، لم يلمس شيء هنا منذ مئات السنين. لا يسكن هنا أحد، كان من زمن بعيد. فلكم من سارقنا الآن، هنا بداية تشابتر 15 إخواني. سننهي الفيديو هنا، أشكركم على حسن المتابعة، ولا تنسوا من الضغط على زر الإعجاب إذا عجبكم الفيديو، واشتركوا معنا في القناة إخواني لتكبر أكثر وأكثر. فتحياتي لكم، سلام.